السلام عليكم وصيام مقبول إن شاء الله. تذكروا زمان زمان قبل ثورة الاتصالات وقبل ما يكون في تلفونات ولا يكون في عندك لا واتساب ولا موبايلات ولا بريد إلكتروني ولا مواقع تواصل اجتماعي، كيف كانت الناس تتواصل مع بعضها؟ بالذات المغترب، يعني الابن المغترب أو رب الأسرة المغترب، شلون كانت العالم تتواصل معها؟ بالرسائل المكتوبة الورقية هاي العادية، يعني تجيب لك 3-4 طباق فلوس كاب تقدر تعبي له إياه، تبلش تكتب له وتهر دموعك على الرسالة وتفش الحبر على الرسالة وتصير النقطة هالقدة، يعني من النون بتصير هالقدة من الدموع وانت بتجيب عواطف فيها كانت الرسالة، وتكتب له كل التفاصيل، زرعنا خوخة باب الدار، رتشبنا حنفية جديدة، مش عارف ايش. بس المشكلة بهاي القصص او بالرسالة المكتوبة بانه بتاخذ وقت طويل تتصل للزلمة. مثلا اذا بدك تقول له اجاك اخو صغير ما بتصل الرسالة، ولا انه اخوه الصغير طالع له شوارب، او مثلا اذا بدك تخبره انه جدك مات ما بتصل الرسالة، ولا انه جدته ميتة، اخت جدته ميتة، اخت جدته ميتة، ونص الحمولة ميتة. فالمشكلة فيها كانت طول الرسائل. هسا وين؟ الحمد لله رب العالمين، عالم السرعة، عالم الرسائل القصيرة، عالم الاتصالات. يعني زلمة بده يطبخ مثلا دجاجة وهو مغترب، بحكي مع مرته شو احط عليها، شو اسويها معاه، تكة تكة بتكون الدجاجة حقها ليرتين، بتكلفه بطاقة خلوي 20 ليرة. وبما انه احنا بزمن السرعة وبزمن الرسائل القصيرة، فاليوم حاب اودي اشمر رسالة قصيرة. الاولى لوزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة، واني لا بحب اقول لا معالي ولا دولة ولا كل الالقاب هاي. يا دكتور، انت شيخ جليل وعالم محترم، الا ترى بانه اغلاق المساجد لغاية هاي اللحظة لم يعد مبرر؟ اني ما بديش احكي من ناحية عاطفية، بدي احكي لك من ناحية منطقية. الا ترى لما تنفتح كل القطاعات التجارية وبمحلات الخضرة العالم هيك، ومحلات المخابز العالم هيك، وبمحلات الألبس العالم فوق بعضها، وبالمطاعم فوق بعضها، وفتحت محلات القطايف ومحلات نفخ الشفايف، وقفت على الجوامع يا شيخ. يعني المبرر اللي كنا احنا مؤيدين فيه الآن راح، ما عاد فيه. كنا نقول يا عمي اغلاق كل شيء، ما بدنا نفتح. الآن كل شيء فتح الا المساجد ودور العباده. يا دكتور، يعني هل يعقل بانه هالكورونا متصلبط بس على تبعين اللي لابسين دشاديش وفاتين على الجوامع؟ بضلوا يتلبدوا لهم بس يشوف واحد لابس دشاديش بنط على ظهره، يعني الكورونا يا شيخ. اشمعنى تبعين الخضره ما مفوتوا على المحلات؟ بقضب الخياره، بقضب الموزه، بقضب التفاحه، بقضب كل شيء. هذول ليش ما نقول والله بيعملوا كورونا؟ ليش هذول مسموح لهم؟ يعني المساجد في مليون حل يا دكتور. اصلا اللي بفوتوا على الجوامع كلهم جماعه الحي، يعني ما بتخالطوش حدا من برا. 20 30 زلمه معروف هم اللي بفوتوا بصلوا بالجوامع. والله معظم جوامعنا ما فيها غير صفين، يعني مش هالاكتظاظ. شغلة ثانية يا أخي، اعتبروا باص كوستر ولا باص بولمان طلع من البقعة ولا من صويلح لمجمع رغدان، ما هي الرحلة بتروح لها 45 دقيقة ومرتشب له 30-40 راكب، إذا بكون 50%. هذول ما بسووش كورونا، بينما اللي بدهم يصلوا 20-30 واحد بهالجامع بهالحارة بهالحي بيسووا كورونا. يعني هالكورونا متصلبطة بس على هالناس اللي بتروح بتصلي يا دكتور؟ يعني أرجوك هاي اعتبرها رسالة وليست عاطفية، هي رسالة منطقية. كل القطاعات فتحة، خلي هالعالم ما تفوت على هالمساجد وتصلي. كل واحد يجيب سجادته معه وكمامته معه ولابس الجوف ويبعد عن الثاني مترين. ما هي كل مساجدنا مخططة قاعدة، كل مصلى فيه له مكان، كل حدا بده يصلي له مطرح، يبعدوا ثنتين وصلوا. ما حدا، والله مواطنينا ملتزمين ومحترمين وعقلانيين وبيخافوا على حالهم كمان. فأرجو إعادة النظر بقصة فتح المساجد، لأنه ما عاد لإغلاقها أي مبرر. الرسالة الثانية للجماعة القائمين على قصة حج السيارات المخالفة، وأنا ذيك اليوم استغربت يعني بيان تبع الأمن العام. يا جماعة الله يعطيكم ألف عافية يا شباب الأمن العام، احنا بنعرف بأنكم تحملتوا الكثير وبنعرف بأنه تحملتوا فوق طاقتكم، لكن قصة سلامة السيارات هي أصلا مش مسؤوليتكم حتى تطلعوا بيان، هي مسؤولية الشركة الناقلة، الشركة اللي سحبت السيارات وودتها على ساحات الحجز. يعني الناس ما بتشكيش من فراغ. أنا جتني أكثر من 10 رسائل، أكثر من 15 رسالة بيحكوا بأنه أنا رحت أستلم سيارتي لقيت قزازها مكسور، لقيت المراية رايحة، لقيت المسجل مسروق، وهذا أنتوا لازم تفتحوا فيه تحقيق. ملزم شركة نقل السيارات أنها هي تعوض الناس بالخسائر، خلوا يروح يشتكي على الشركة الناقلة. ليش تطلعوا بيان أنه هذا حكي مش صحيح؟ يعني أنتوا بتعرفوا المواطن الأردني بيخاف على سيارته زي ما بيخاف على عينه، كل ما هي عليها مرهونة للبنوك وقساطه وطنهاره، إذا انزحطت المراية بظلوا يلحس موري، يلحس المراية عشان ما تشحطش، بكوعه بمسح الشخطة قاعد قد ما بخاف عليها. تسحبوا له اياها بسياره بونش ويلاقيها وانه مرات ثقيله هيج ورايح مسجل منها ومعاها طالعه منها.
مش معقول. الرسالة الثالثة لإدارة الأزمات، أعتقد من المفترض أنها تصل أول طيارة للملكية تجيب طلابنا وأولادنا اللي بالخارج واللي تقطعت فيهم السبل اللي انقطعوا هناك وجابوهم، طبعا مشكورين على كل الجهود، لكن أنا عندي ملاحظة وأرجو تفضوها بعين الاعتبار أنه ما زالت بعدها الأسعار غالية. يعني فندق يوم يأخذ بالليل 50 ليرة، 50 ليرة من طالب أصلا ممحوش لترن، 50 ليرة أنت لا بدك تقدم له بوافيه مفتوح ولا بدك تجيب له واحد بالليل يعزف له على الكمان. ولا واحد يعزف في بيانو، يعني هو مش سائح هذا الأخ، كل رأس ماله بده غرفة وجيب له وجبة، هالفطور وهالسحور برمضان، بس وجبتين. لازم تتخفض الأسعار حتى العالم الطيق، لأنه إحنا أصلاً بوضع اقتصادي ميت، الناس ما محاش تدفع. يعني هذا اللي ودى ابنه برا يقرأ أصلاً وده لأنه أرخص له من الجامعات اللي هون الخاصة، فبدك تكلفه، التذكرة مضاعفة وأسعار الحجز مضاعفة. الآن مش مفروض من الفندق يربح أرباحه العادية القياسية؟ ما فيش سياحة أصلاً، تعوض ربنا، يعني تعوض أي شيء بيجيك، خذ بدل نفقاتك وشوية ربح 10% بكفي. أما تأخذ 50 ليرة على الليلة، شو زم أنت جايب له يغني له هيفا وهبش؟ الرسالة الرابعة عن أوامر الدفاع. يعني يوم تسمع كلمة أمر دفاع، كلمة دفاع لحالة بتهز بتخوف. يا إخوان يا حكومتنا المحترمة، يعني لا تستخدموا كلمة الدفاع وأمر الدفاع لأشياء بسيطة ممكن تطلع بقرار عادي من وزير. يوم تقول لي أمر دفاع أنا لحالي بصير أرجف، بقول أبصر شو صار بالبلد، شو صار وناخش، بقول لك أمر دفاع لازم كل مواطن يلبس كمامة. فيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 11 الذي يتضمن فرض عقوبات على المنشآت التي يلتزم العاملين فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات، طيب هذا ما هو بيطلع قرار عادي، مش شرط انه اسمه امر دفاع، يعني لهيبة امر الدفاع، لكينونة امر الدفاع، لازم يكون لإشي مهم. ثانيا على موضوع الكمامة، يا اخي انت بدك تخالف المواطن 20 ليرة ل 50 ليرة اذا مش لابس كمامة وكفوف؟ اول شيء وفر له كمامات وكفوف بسعر معقول بعدين خالفه. هي نفس عملية قصة مخالفات السير، بانه انا بخالفك طب وفر لي مواقف اصطفاف وبعدين خالفني اذا ما بلتزمش. وفر لي يا زلمه كمامات زي ما كانت الباكيت بليره وكفوف الباكيت بليره وما حدا سال فيهن وبعدين خالفني. اما تقول الباكيت بثمان ليرات، يعني كل يوم ابو العيال صار بده بليره خبز وبليره كمامات، يا رجل وين احنا؟ يعني كمان هي القصه مش قصه جبايه، انه انا مع السلام العام، واهم شيء انا بقول الان اذا بدنا نفتح القطاعات الاقتصاديه والحياه ترجع طبيعتها، كل واحد لازم يلبس كمامه وكفوف زي ما عملوا بالصين بوهان، بيطلعوا بالترين كلها طالعه عز دين الأزمة، بس إيش؟ كل واحد ماخذ الوقاية العامة والسلامة، الكمامة وكفوف، بس وفر لي أنا بسعر معقول. أما تشمطني يا زلمة الكمامة بنص ليرة؟ شو هي يا رجل؟ شو الكمامة هاي اللي بنص ليرة؟ 8 ليرات قال بالمؤسسة المدنية والعسكرية، يعني أبو العيال هذا شو بده يلحق؟ للأولاد خبز ولا للكمامات؟ شو بده يلحق؟ شايف العادة.